واحمر وجه حسن أفندي حتى أصبح في مثل لوني، وبدأ سيل آخر من المديح المتبادل ساعد على إنقاذه من ورطة الصمت. وأخيرا انتهى المديح كما انتهت التحيات، وعادت المرأة تتطلع ببصرها إلى وجه حسن أفندي. تكلم يا سي حسن، الله لا يسيئك، قل ماذا تريد، وأرحني وأرحها. وأخيرا وبعد جهد مشكور أخذت شفتاه تنطبقان وتنفتحان استعدادا للحديث. ثم بدأت الكلمات تخرج من بين شفتيه مضطربة مترددة. قال لا فض فوق، والله يا ست المزكية أنا أصلي طول عمري من غير مؤاخذة. ثم كف الرجل فجأة عن الحديث وأخذ يحملق بعينيه إلى الباب. معذور، معه حق، لقد حملقت أنا الآخر. فقد بدت زكية تحمل بين يديها صينية عليها شراب أحمر، أغلب ظني أنه شربات ورد. إن هذه الزيارة لن تنتهي على خير، هذا الأحمق القابع أسفلي لن يخرج من هنا سليما. لقد أقبلت زكية بعد أن أبدلت ثوبها، لا بأكثر احتشاما بل أكثر عريا. كان الثوب الجديد أحمر إنجليزي في لون الشربات الذي تحمله، وكان بلا أكمام ولا صدر ولا شيء أبدا. لقد تدلت ذراعاها بيضوين ناصعتين ممتلئتين من فتحة كم متسعة، أبدت كل ما حول منبت الذراعين من أعلى الكتف إلى أسفل الإبط. وتقدمت الفتاة نحونا وكأنها خطر داهم، وأخذت تقترب من صاحبنا الواجم الشارد الفاغر الفم، ثم انحنت مقدمة له كوب الشربات. وفي انحنائها المقصودة انحسر صدر ثوبها وهبطت كرة ثدييها مستندتين على صدر الثوب المنحسر، وخرج شعاع البصر من عيني حسن أفندي متجاوزا الشربات عابرا فتحة الصدر مستقرا على الكرتين البيضوين المتدليتين في تثاقل كأنهما كرة عجين. وازدرد الرجل ريقه ومد يدا إلى الكو ويدا إلي يدفعني بها إلى مؤخرة رأسه، وانطلقت منه تنهيضة طويلة. وما لي أنا؟ إنه وحده السبب ليتحمل نتائج مغامرته، إنه ليس حمل زكية ولا أم زكية. وعندما تناول الكوب استدارت متجهة إلى الباب، وحسب الخطة الموضوعة لم تكد تسير بعض الخطوات حتى انحنت لتلتقط شيئا من الأرض لست أدري ما هو. على أي حال الشيء لم يكن بذي أهمية، المهم هو الانحناء نفسها. فكما انحصر صدر الثوب فكشف الثديين، انحصر ذيله فكشف عن الساقين. وما أدراكم ما الساقين؟ أما عن اللون فأبيض مخدوم، أعني أبيض بياضا ممسوحا كالرخام، ليس به أثر لمسام ولا شعيرات. أما عن التركيب أو الكسب فامتلاء مسحوب إلى أسفل مع غمازتين في باطن الركبة، واستدارة دقيقة في الكعب، وقد بدأ جزء من باطن الفخذين بادي الاكتناز ناصع البياض، تتخلله شعيرات من عروق دقيقة متشعبة من غمزتين ثنيتي الركبتين. ياهو، كان ذلك هو لسان حال صاحبنا، وقد وضع شفتيه على كوب الشربات وعينيه على كيزان العسل. واختفت زكية، وحسن أفندي ما زال محملقا والكوب في يده لم يذق منه قطرة. وابتسمت المزكية في خبث ورفعت إحدى حاجبيه، وقد ملأتها الثقة في نجاح خطتها الهجومية الرائعة بالثديين والساقين، وقالت في لهجة ملحنة: ما تشرب يا حسن أفندي يا أخوي، الشربات ده مش عاجبك ولا إيه؟ عاجبني، عاجبني قوي يا ست أم زكية. ومرة أخرى ران الصمت، وعادت أم زكية تنتظر كما ينتظر القط فأرا على وشك الوقوع. وطال الصمت بصاحبنا وهو غريق في وجله واضطرابه، وأخيرا قالت أم زكية: خير يا سي حسن أفندي، خير، خير يا ست أم زكية، أنا أصلي جاي علشان أصلي كنت بقول لو كان ممكن. إيه هو بس اللي لو كان ممكن؟ أتجوز بنتك زكية. يا نهارك أسود يا حسن أفندي، كده مرة واحدة جواز خبط لزق. ويبدو أن المرأة لم تكن تتوقع قط أن يبلغ انتصارها هذا الحد، فقد بدت عليها دهشة سرعان ما أخفتها، ثم قالت في لهجتها المنغمة: يا سلام يا حسن أفندي، غالي والطلب رخيص، زكية وأم زكية وأهل زكية كلهم فداك. ولم أدري ما قال حسن أفندي بعد ذلك،
فقد كان في حالة ذهول وارتباك، ولم أكن أقل منه ذهولا ولا عجبا. وهكذا اتضح في النهاية أن صاحبنا الغبي قد أتى ليطلب القرب من أم زكية، ودهشت وأصابني حنق على الرجل، فقد كنت أعلم أن القرب من أم زكية وزكية شيء غير مأمون العاقبة، وأن البعد عنهم كما يقول المثل غنيمة. لا أطيل عليكم، لقد رحبت المرأة بحسن فندي إيما ترحيب، ولم تمضي بضعة أيام حتى حدث القرب فعلا، وانتقلت أنا وصاحبي وبقية الكراكيب إلى بيت أم زكية. مرت الأيام وبدا لي أن حسن فندي لم يعد كما عهدته من العياط والانشراح، فقد أضحى موضع الدائم في رأسه هو المؤخرة، وهو الموضع الذي كنت أستقر فيه عندما يصبح في حالة ضيق وتبرد. وفي ذات يوم عدنا إلى البيت وقذف بي صاحبي في ضيق، فاستقر بي الحال على أحد المقاعد، ودخل هو إلى حجرة النوم فاتجع في الفراش وعلى شخيره، ونظرت حولي فأدهشني أن أجد هناك طربوشا آخر قد استقر على مقعد آخر، وتملكني الأسف، فقد أدركت أن حسن فندي قد مل صحبتي وابتاع لنفسه طربوشا جديدا، وأنه ينوي أن يطردني من خدمته. ولكن أسفي قد تحول إلى حيرة شديدة عندما أبصرت برجل يخرج من داخل دولاب الملابس ويتسلل على أطراف أصابعه ويتقدم إلي فيضعني على رأسه ويترك طربوشه لحسن فندي، واستقر بالمقام على الرأس الجديد. ومنذ ذلك اليوم وأنا لا أرى حسن أفندي أو أسمع عنه، حتى كان ذات يوم أرسلني صاحبي الجديد إلى المكوجي، وجلست مع غيري من الطرابيش نقطع الوقت بالدردشة، وقلت لجاري في معرض القول: هذه أول مرة أحضر إلى هنا، إني لم أبصر المكوجي قط عندما كنت على رأس حسن أفندي. ونظر إلي الطرابيش في دهشة وقال متسائلا: ماذا تقول؟ أنت كنت على رأس حسن أفندي؟ وأي شيء في ذلك يبعث على الدهشة؟ لأني أنا أيضا مررت برأس حسن أفندي. وهنا تدخل طربوش ثالث فأنبأنا بأنه قد جرب رأس حسن أفندي بضعة أيام. ثم تدخل طربوش رابع وخامس وسادس حتى اتضح أنه ليس هناك طربوش في المحل إلا ومر على رأس حسن أفندي. وقلت لنفسي متسائلا: ماذا جرى لصاحب المسكين البصباص؟ لقد طالت صحبتي له ظهرا طويلا، ماذا يجعل الطرابيش لا تستقر على رأسه وتتبدل عليه الواحد تلو الآخر؟